السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ عساكم طيبين. يلا نجي نبدأ الحلقة الرابعة من تختيم كراش. يلا نبدأ من 16. أول شي ناخذ أول أسهل المراحل، مو شرط كل التختيم مرحلة مرحلة على حسب الرقم. اختار اللي يبي، بس بختار اللي يبي. أول شي الطيارات، حلو الطيارات سهلة وبسيطة وما بينها. يلا ان شاء الله نختمها بسريع سريع. هنا بس انك تفجر البالونات دي، بس اهم شيء هي 7 بالونات. الله يلعن. في صناديق طب منتشرة هني. وانا هذا كيف اسوي؟ لا لا ضيعت على نفسي. انا اللي استهونت فيها من البداية. كذا على طول. اقرب شيء بس يا اخي بعيد شيء. يلا يلا الله يرحم تجمعنا. ايوه طب 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 ايوه خلاص. بس بس يلا 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 اسري، بس اسري اسري. خلاص فكرت كمل. يلا يلا فكرت اللودنج ذا حقهم. قلق قلق يأخر بس على الجلاد فايده. يلا 17. خلاص هذا قلت ما ابغى العبها. غثيث ذي المرحله اكره. شوف المرحله ذي اكره، حقت بحر وما ادري ايش شيء زي كذا. يعني ما تعطيك احساس انك ون بيس. يلا هذا الفراعنه. يلا يلا يا ابدكر. هذا كلام فاضي اللي تحت. يلا 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 لا لا كيف انتبهت؟ اوف
بجدك الثاني عاد. يلعن ابو القفزات اللي فيها. اكره قفزات كراش. ما كانت زي كذا السنة وانا. اطيحات غبية يا شيخ. طيب اذا ما عندكم سرعة وهذا كيف تفتكون الضوء؟ اول شيء بجر هذا كذا تسحبوا كذا شوف. لا 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 فج ذا غبي. فضي لك انا سحب. الله يعينك يا شباب اللي ما طلع البسوكة راح اتعب فيها شوية. يلا فك يا باب. اطلع صناديق ولا شيء خلي واللبس. يلا ابدق رياض. هذه اسهل تجميعات التفاح. لا لا ليه 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 يسوي لي حرب انا؟ سوي فيها حرف انا وصقعت. هذه ثاني مره اطيح في الباب ذا الخايس. في شيء يعصب ما تحرق لي اكل. ايه طيح المرض عطل. ما ابغى افضل يقتلوني. ايه قدرت افجر افجر ذول دوما. يا الله الغثيث ذا الثاني هذا شوي يطلع لي. يا الله ايش ذا؟ ايش القفز الغبي ذا اللي في اللعبه؟ الواحد المفروض الواحد ما يعصب. بس هذه البلاهي ذي تخليك تعصب. انقلع بس. الله يل. يعني ما ضيع لبدق راح حقي قال البول هذول. ما بغيت قلق قلق قلق. عجتك الثانية ذي عاد لودينج ذي حقته ترفع الضغط.
المشكلة أنا حاط الوقت التسجيل قصير، حطيته نص ساعة، فكذا أبغى أخلص بسرعة صراحة. يلا هذا وش؟ خلاص ضار نلعب لعبة واحدة. هذا 20 خلاص 19 تراها يعني، ها كويس، مش تبي لها وقت، انا اخاف الوقت يكون ضاع. اعتبروني لعبت 19 و20 يعني، ما عليك. يلا نلعب هذا الوحش، اهم شيء طبعا شخصية كوكو الظاهر. معلش يا شباب الوقت تسجيل، انا تسجيل خليته قليل 30 ثانية، لا مو 30 ثانية، 30 دقيقة الظاهر. يلا 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 طيب. يلعبوا نقطة. ايه كويس، دمرت الثانية. لا 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 كملت، ما ركزت فيها من البداية. يا شيخ تحكم الزفت ذا، يا شيخ شو ذا؟ لا لا ماني مركز، انا ماني مركز صراحة. هذا ايش فيها بس تنفجر بسرعة. كويس
باقي هذا السلاح الغبي. يلا ارفعه. ايوه قبل ما يلا كويس انتقلنا المرحلة الثانية احنا لسه احنا 100 100. يبعد عني يبعد عني. طيب تجيب ولا واحد يا فدان على الدم. يلا باقي حتى الصواريخ دي المعفنة. باقي كذا ثلاثة اثنتين كويس. يس ما صابني ولا مرة الحيوان. أخيرا اديتها 100 100. يلا 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 يا شباب عسى التختيم عجبكم. ان شاء الله المرة الجاية والاخيرة الحلقة الخامسة ان شاء الله احاول اني اعدل المراحل الخمس كده الست مع الوحش. طبعا نشوف ناخذ نظرة سريعة عليها. يلا مراحل ايش؟ 21 نفس محط المستقبل. 22 سباقات. 23 جا 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 على الدين. طيارات. 25 مرحلة فرعونية بالسنة بالظلام. حرف ان. يلا الوحش الاخير. يا شباب نشوفكم في الحلقة الخامسة والأخيرة إن شاء الله. ساكن استمتعتوا في التختيم ذا البسيط والناقص المرة الثالثة مدري الرابعة على التوالي. يلا والسلام عليكم. كان معكم سميد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.